السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قطايت؟ عاملين ايه؟ شاركي معايا في القناة. الوصفة دي تلاقيتها عندي قناة اجنبية ولقيت المصريين بيعملوها. المهم الوصفة دي عاملة ملايين المشاهدات، قلت نجربها مع بعض كده. بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين ومعاهم ربع كوباية زيت، وتضربيهم في الخلاط ناعم قوي قوي قوي. لو الخلاط بتاعك مش زي ده، شوفي سن سكينة الكبة والخلاط بيخلي الخلاط بتاعك زي النار كده، هيديني الناتج الجميل ده. وهتجمعي الخليط بتاعك بشويه دقيق، انت بتتنك تضيفي دقيق لغايه ما تجمد معاكي، ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه شاي ملح، لان ده صنف مالح، بسكوت مالح. قلبي بقى وجمعي كده العجينه بتاعتك وعجيني، ولو عايزه شويه دقيق كمان ضيفي شويه دقيق كمان. هي العجينه ريحتها بصل خالص اساسا، وهي المفروض بسكوت مملح. انا عجبتني الوصفه، لقيتها كده ايه، من غير بيض، من غير زبده، من غير حاجات كتيره، قلت اما اجربها كده يمكن تطلع حلو. ولقيت بقى عليها كام مليون مشاهد في القناه الاصليه، واللي عملوهم المصريين كمان. المهم لميت العجينه بتاعتي، لميتها لما حلوه كده، ولازم تسيب العجينه بتاعتك تريح، مجرد ان فيها دقيق لازم تريح بعد ساعه عشان تفرد معاكي، عشان بس احافظ على اللي تحت، لكن هي كان ممكن تنفرد باي حاجه. جبت كيس لبن وفتحته بالمقص. انت لو عندك العجانه اللي البتاع اللي احنا بنفرد عليها دي افردي بيها. العجينه لسه بتمط، ممكن عشان الجو برد، لانها ريحت ساعه بس كانت بتمط معايا، ممكن تكون عايزه تستريح كمان شويه. يعني سيبي العجينه بتاعتك تريح ودي ياخد راحته، بس انا سبتها ساعه. بتفرديها بسمك حلو، اللي انا عملته سمكه عريض ما كانش حلو قوي، اللي كان سمكه رفيع كان مقرمش وجميل. اي حاجه بقى عندك، المقاس ده، المقاس الصغير، حلق برطمان، حلق كوبايه، عادي خالص بمزاجك. يعني اللي انت عايزه تعمليه اعمليه يعني. اهو حاولي تعملي سمك واحد. العجينه لزجه شويه كده بس شغاله، ممكن تحطي البتاع ده في دقيق وتحطي، او في زيت وتحطي على صاج عليه ورقه زبده، وخرمتها بالشوكه كده. معايا بيضه على شويه خل وقلبتها كويس وشويه زيت، هتديه لمعه وشكل جميل جدا من فوق، وكمان هتشوفي احنا لها لازمه تانية كمان. ادهني بيها كده. الحاجات اللي بتبقى معاكي دي ممكن تحطي عليها كمان بيضه وتعملي صينيه كيكه جميله، تقلقيش يعني. حط بقى عليها ملح، رش ملح، احنا قلنا ده صنف مالح. وتدخليها على نار، طبعا لازم النار بتاعتك متوسطة او عالية، ما تبقاش الفرن بارد. هوريكي شكله بقى دلوقتي هيطلع معانا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع هو ده تاني يوم. هو طعمه يا جماعة زي القرنبيط المقلي بالظبط بالظبط بالظبط.